مرة تانية رجعنا مع حضراتكم، وانضم لي في الفاصل ضيوفي الأستاذ مصطفى شلباية، أحد شباب الممثلين لمؤتمرات الشباب ومنسق حملة المحليات بالقاهرة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. والأستاذة هالة عبد المولى، برضو أحد الشباب الممثلين لمؤتمرات الشباب. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. وأيضا الأستاذ محمد أبو عيسى، برضو واحد من الشباب الممثلين لمؤتمرات الشباب. أهلا وسهلا بحضرتك فندم. أستاذ مصطفى، هبتدي مع حضرتك. وحضرتك حضرت مؤتمرات الشباب في 2019 ولا قبل كده؟ قبل 2019 كان أول مؤتمر للشباب في الفندق الماسة. ده كان أول مؤتمر. كان إيه أولا يعني لما رحت كان توقعاتك إيه بالنسبة للمؤتمر ده، وإيه اللي أنت شفته؟ هو كان ده كان أول مؤتمر للشباب، ودي كانت لسه التوقعات لسه ما كانتش ظهرت، وما كانتش البلورة للفكرة كانت واضحة يعني. لكن بعد كده حصلت توصيات للمؤتمرات، وابتدت العملية تبقى بشكل دوري أو بشكل شهري. وبعد كده بعد الشهري بقى عندنا حاجة اسمها منتدى شباب العالم. هي فكرة المؤتمرات مهمة جدا للتواصل ما بين القيادة السياسية والشباب. كل واحد فيهم، القيادة السياسية بتعرض مشاكل الدولة، والشباب تطرح رؤيتها أو حلولها لهذه المشاكل. فهي هي منصة للتفاعل ما بين الشباب والقيادة السياسية. تمام. طيب أستاذة هالة، كان في مؤتمرات للشباب بتعقد قبل كده برضو يعني من فترة، وكان بيصدر عنها توصيات أحيانا، لكن ما كناش بنشوف أنه هذه التوصيات بتلاقي نفس الاهتمام اللي بتلاقي التوصيات اللي بتحدث الآن في المؤتمرات. هل أنت شايفة ده؟ وشايفة إزاي فكرة أنه التوصيات تبقى بتتنفذ بالفعل؟ تمام. هي الفكرة أن فعلا كان في مؤتمرات شباب تحصل فيما سبق، سواء على المستوى الرئاسي أو مستوى بعض الوزارات، لكن ما كانش بيتاخد توصياتنا احنا كشباب بشكل فعال جدي أو بشكل جدي. هو صحيح. مجرد أن أنا أقول اقتراحي أو أقول توصيتي وبس، الموضوع انتهى على هنا. لكن فكرة منتديات الشباب اللي موجودة حاليا اللي تنشنها سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كل منتدى بيبقى ليه بعض التوصيات، وبالفعل بعض التوصيات ما كانش كلها بتتنفذ. يعني مثلا كان اقتراح منتدى شباب العالم كان من منتدى الشباب المصري. يعني مؤتمر الشباب المصري، هم شباب المصريين اللي اقترحوا ان يبقى فيه مش بس المصريين اللي يبقوا موجودين ويتكلموا مع الرئيس ومع الدولة، لا كمان يبقى الباب اوسع من كده، وان الشباب على مستوى العالم كمان تشارك. وبالفعل انا كنت مشاركة في منتدى شباب العالم النسخة الثانية 2018، وكان نموذج رائع جدا ان شباب من كل الدنيا ومن كل العالم موجودين عندك على ارضك، مجرد ما بتتكلمي انت او يعرفوا ان الشخص اللي قدامهم مصري، كم الحماسه وكم الترحيب وكم الحب ليكي ولبلدك، رائع جدا. وده بيخلينا احنا نتشجع اكتر، لا احنا عايزين نشتغل اكتر، وبيخليه مش بس ان انا كشباب مصري اللي عندي الحق ان انا اقول رايي، لا انا كمان شباب العالمي او شباب اللي تربطني بيه بعض القضايا زي القضايا الافريقيه او القضايا العربيه او القضايا في محيط البحر المتوسط، لا احنا كمان من حقنا ان احنا نقول راينا، من حقنا ان احنا نتناقش فيها وبتسمعي وجهه النظر الثانيه. طبعا فكره التبادل الثقافي رائعه جدا. انت مش بس بتتكلم مع الشباب المصري وتبادل الثقافي على مستوى الجمهوريه، لا الموضوع اوسع من كده بكتير. فانك تسمع توصيات على مستوى العالم من شباب العالم، دي حاجة جميلة جدا يعني. طيب برضو أستاذ محمد، عايز أعرف رأيك في هذه المؤتمرات والمنتديات، أهميتها إيه وإلى أي مدى استفاد منها الشباب المصري؟ هو أولا بس أنا بتقدم بالتهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة طبعا عيد القيامة المجيد، وكل سنة وهم عيد الميلاد المجيد. كل سنة وهم طيبين إخواتنا وشركائنا في الوطن، وكل سنة ومصر كلها بخير بمناسبة 2020. ويا رب إن شاء الله يكون عام سعيد على المصريين كلهم وعلى أمين. جيش مصر وقضاء مصر وشرطة مصر. أمين. تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. أنا عايز أقول إن مؤتمرات الشباب دي كانت بدايتها إن يعني منذ أن تولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في مصر، فبدا فكره مؤتمرات الشباب، وقعد في 2016 بدا نسمى حتى 2016 بعام الشباب. بدات الفكره وبدا يسمع للشباب ويعمل مؤتمرات شباب ويجيب المسؤولين وتستمع للشباب وينفذ يعني
كان يقعد يعني يسمع سيادته آراء الشباب وأفكارهم. بدليل مثلا مؤتمر أسوان في 2016 كان أحد الشباب في 2017 أسوان أحد الشباب طلع يا ريس أنا عندي مشكلة. فابتسم الرئيس وقال له تعالى إيه مشكلتك؟ قال له الصرف الصحي. فعلى الفور اتحركت الحكومة وراحت كيما أسوان وبدأت تنفذ المشاريع دي. فهنا الرئيس كمان بيقعد يسمع يعني فرصة كمان للشباب إنها تسمع. ده هو كان خايف يقول كان يعني خايف طبعا خايف كان خايف والرئيس ابتسم كده. الثقافة السابقة كانت إن احنا طبعا بنخاف بالظبط نقول رأينا. فطبعا استمع له الرئيس جيدا وابتسم في وجه هذا الشاب المحترم اللي طرح مشكلته واستمعها. والرئيس أمر على الفور المسؤولين بالاتجاه لكيما أسوان وبدأ تنفيذ المشروع. وكان تاني حاجة إن سيادة الرئيس النهاردة بيقعد يدون الملاحظات ويسمع آراء الشباب ويجيب التنفيذين. يعني هي مؤتمر مهم ما بين صناع القرار وبين الشباب. يقعد يسمع إلى أن وصلنا إلى منتدى شباب العالم أو منتديات شباب العالم. منتدى شباب العالم حتى الأخير النسخة الثالثة الأخيرة دي كان منتدى يعني رائع جدا. حضروا 7500 شاب كانوا سفراء لبلادهم في مصر. بيقولوا إن مصر بلد الأمن والأمان. مصر فيها شباب محترم. بدل تبادل الافكار بين الشباب وبعضهم بعض طبعا يعني الرئيس يعني السنه دي او عامه من منذ تولي قيادته للحكم هو يعني مهتم جدا 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 بالشباب. فعلا انا حسيت حتى كشاب ان انا بقى ليا دور في المجتمع في بشارك القياده السياسيه باخد قرارات. الرئيس بياخد توصيات بينفذها على طول. الا انا حتى وصلنا الى التميز التحول الرقمي. يعني ده حاجه كويسه. اخر مؤتمر اخر منتدى شباب العالم الاخير ده اتكلم سيادته عن التحول الرقمي وناقش الشباب فيه انه ينقل الجهاز الاداري للدوله نقله تانية حضاريه بعيدا عن الروتين والفساد والكلام ده كله. فلا الرئيس طبعا انا عن نفسي بشكره طبعا ليه دور فعال في تطوير فكر الشباب وتمكين الشباب في الفتره القادمه. خليني اسال يعني احنا شفنا نموذج لهذه المؤتمرات اللي هو فيه مشاركه من كل عناصر الدولة يعني بدءا من السيد الرئيس لأصغر كل المستويات التنفيذية موجودة كله موجود في المؤتمرات. ده ما كانش معتاد مش بس موجود الحقيقة إنما كمان يعني جايز كان بيبقى فيه مؤتمرات تانية بيبقوا برضو موجودين بس ما كانش فيه هذا التفاعل إنه حضرتك تبقى قاعد كده وجنبك وزير أو والشباب بيبقوا قاعدين وجنبهم السيد رئيس. فيعني الفكرة دي ما كانتش موجودة. عادة كانت بتبقى منصة والشباب قاعدين بيسمعوا المحاضرات. التفاعل ده نتج عنه إيه من وجهة نظرك؟ التفاعل ده هو كسر الحاجز ما بين الشاب والمسؤول بحيث إن أنا لو عندي مشكلة أبتدي أعرضها على طول بدون اي قيود او بدون اي احراج او حاجه. بدليل اللي هو المثال اللي احنا شرحناه من شويه اللي هو الشاب بتاع اسوان اللي عرض مشكله كيما والحكومه اتحركت. لو ما كانش الحاجز ده مكسور او ما كانش الفرصه دي موجوده ما كانش الفكره دي ظهرت. فهي فكره كسر الحاجز ما بين الشاب والحكومه هي دي صناعه المنتديات او صناعه الحوارات اللي احنا عملناها. بالاضافه طبعا لنماذج المحاكاه اللي هي بتتعمل او ورش العمل كمان اللي هي بتتعمل ما بين الشباب ومسؤولين الدوله. يعني احنا كذا اكتر من نموذج محاكاه اخيره في منتدى شباب العالم اللي هو منتدى للشباب المتوسط. وطبعا نتج عنه توصيه ان بعد كده هيبقى فيه منتدى شباب المتوسط كل شهر كل سنه في اسكندريه. تمام. زائد المنتدى العربي الافريقي في اسوان. فدي نتائج مشاركه الشباب في المؤتمرات واحتكاكهم مع المسؤولين والتنفيذيين. طبعا بالاضافه الى الرئيس طبعا متبني فكره الشباب ودعم الشباب واكتر من منصه يعني فتحها للشباب لان هم دول المستقبل وهو ده التحول في الفتره القادمه. يعني استاذه هاله البنات في المنتديات دي عاده بيبقوا كتار جدا. يعني انا بشوف عدد كبير قوي من الفتيات والشابات الجميلات زي كده موجودين في هذه المؤتمرات. هل ده بيدي معنى معين؟ هل ده بيدي إشارة معينة إن وجود البنت أو الاهتمام بوجود البنت في هذه المؤتمرات له معنى معين؟
اه طبعا ليه معنى كبير جدا. يعني احنا في الفترات اللي فاتت او السنين اللي فاتت كان دايما بالنادي بفكره ان المراه او الفتاه يكون ليها مكان في المجتمع. يا جماعه انا مش دوري ان انا ابقى موجوده بدرس وشكرا على كده، او بتجوز وشكرا على كده، انا ليا وجود، انا ليا عندي الامكانيه ان انا مش بس اشتغل عادي، ان انا كمان اشارك في القياده، او ان انا اشارك في العمل السياسي والعمل الاجتماعي. فاحنا كنا قبل كده بنحارب علشان بس نوصل لمؤتمر، او البنت او السيده تاخد فرصه، كنا كلنا بنبقى فرحانين جدا لمجرد ان في واحده ضمن 100 تبقى موجوده. لكن النهارده العكس تماما، النهارده انا مش بقول بس ان احنا متساويين، لا، في فرق بين القول وبين الفعل. انا حقيقي ان دلوقتي وصلنا لمرحله ان في تساوي فرص، او الفرص الى حد ما متناسبه ما بين الشباب الذكور والفتيات. احنا موجودين عندنا الاثنين بيشاركوا، وانت ليك الحق تشاركي في القياده السياسيه. زي مثلا الفتره اللي اتعين فيها نواب محافظين كان فيهم فتيات. قبل كده ما كانش فيه ده. قبل كده من سنتين فاتوا ما كانش فيه محافظ سيده. بالعكس، لما كان فيه في احد منتديات الشباب احد الفتيات اقترحت على سياده الرئيس احنا نفسنا يكون في محافظ سيده موجوده تمثل الفتيات. كانت البنت دي من اسيوط اللي اتكلمت في حاجه زي دي. فبالفعل كانت المراه قبل ما السنه ما تعدي كان في سيده من بحيره، هي سيده المراه المحافظه هي اللي موجوده. فبالتالي انا كل يوم بتزيد عندي الفرص. فعشان انا اكون كادر سياسي في وزاره او في كمحافظه او نائب، فانا محتاج ان انا اخد الفرصه وانا لسه شابه، ان انا اقدر اشارك في منتديات، اقدر اشارك في برامج، اقدر اشارك في تدريبات كتيره، اقدر اشارك واساعد علشان يوم اوصل لمرحله ان انا ابقى في مسؤول سياسي، ابقى عندي المقدره الفعليه ان انا اقدر اشارك وفاهمه كويس انا بعمل ايه وعندي الامكانيات لده. مش مجرد ان انا موجوده عدد، لا، انا عندي كمان امكانياتي تسمح لي ان انا اقود مجتمعي في المكان معين لفتره معينه، زي الشاب او زي الرجل. يعني ما فيش اختلاف ما بينهم. اعتقد كمان انه فكره وجود البنات بهذا الكم او هذا الشكل المكثف في المؤتمرات والمنتديات وعلى المنصه، بيبقى فيه اثناء المناقشات بيبقى فيه ايضا بنات موجودين، اعتقد انه ده كمان بيعزز ثقه المجتمع في البنت. طبعا انه ما بقاش فكره انه لو واحده تقدمت لمجلس الشعب يبقى انا لا افضل ان انا انتخب الراجل عن الست. بقى الفكره دي ابتدت تبقى يعني ممكن قوي انه تكون منتديات الشباب او مؤتمرات الشباب ساهمت في تعديل هذه الافكار. هي مش ممكن، هي اكيد انها ساهمت في ده. احنا لما كنا بننزل انتخابات، يعني قبل كده خدت بعض انتخابات، بس انتخابات مجلس اداره في احد مراكز الشباب، كنا بنواجه فكره بنات وشباب وصغيرين لسه بدري عليكم. لكن النهارده لما تبقى في بنت تحت ال 30 سنه قاعده قدام سياده الرئيس وبتتكلم في منتدى الشباب الوطني او منتدى شباب العالم، وبتناقش قضايا وبتتكلم وبتحاور مع المجموعه، لا يا جماعه، ما هي البنات اهي ادى فيها ثقه. ومش بس بنات، كمان الشباب. انت عندك شاب وعندك تقدر. اذا كان الرئيس وثق فيها والدوله وثقت فيها وعلى مستوى العالم كله اداها المساحه، انا في دايرتي كمجلس نواب او في مجلس المحلي او في الشورى، ليه اقول ان البنت ملهاش مكان؟ صحيح. طيب استاذ محمد، انا برضو عايز اسال على فكره تقويه او تعزيز الانتماء عند الشباب. يعني الى اي مدى المؤتمرات دي ساهمت في انه الشباب يحسوا انه عليهم مسؤوليه، وانه البلد دي بلدهم؟ دي افكار الحياه كانت جت في وقت كده وانتشرت بشكل غريب جدا، انه انا عايزه اهاجر، انا قرفت، انا زهقت، البلد دي مش عارف ايه. هل المؤتمرات دي ممكن انها تعدل الافكار دي، تصلح الافكار دي، توري الشباب المسؤوليه الحقيقيه اللي عليهم في الفتره دي؟ هي فرصه حقيقيه اصلا يعني تسليط الضوء على بعض المشاكل اللي هي بتواجه فعلا الشباب، والاشاعات والحاجات المغرضه. يعني في المؤتمر المنتدى الاخير ده كان بيناقش الهجره غير شرعيه. فقامت السفيره قالت لسياده الرئيس ان من 1/1/2019 حتى 1 نوفمبر 2019 كان 700 شاب بس حاولوا الهجره غير شرعيه. اذا هي بتقل. فالنهارده لا، انت النهارده في فكره المؤتمرات
والشباب، وان الشاب يقعد مع المسؤول ياخد المعلومه من المسؤول، المسؤول يطلع يوضح الحقيقه والحقيقه للناس. لا دي فكره قويه طبعا، بتبعد بعض الحاجات. تاني حاجه برضو انا عايز اضيف حاجه بخصوص التفاعل. لا التفاعل من الرئيس بدا ان النهارده الرئيس يقعد يدون بنفسه ويسمع بنفسه ويوجه، وانا شاب قاعد قدامه والرئيس يعني واخد الشباب بدون اي حاجز بدون اي خوف بدون اي حاجه. لا وشايف الاهتمام بكلامك يعني، مش انه مهتم. الكلام ده كده قيسي بقى على حضرتك تقضية وقت يعني. بالظبط كده. فيقوم الرئيس يوجه الـ 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 الحكومه بتنفيذ الـ 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 الخطه والرؤيه بتاع الشباب والكلام. فتبص تلاقي حضرتك النهارده انا كشاب عندي مثلا في محافظه الجيزه عندي مشاكل في في في, في مثلا في الهرم، فبمجرد ما مثلا ما نشدت السيد اللواء احمد راشد محافظ الجيزه المحترم النشيط، يا فندم احنا عندنا كذا وكذا 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 وبعض المشاكل، بيطبق فكره سياده الرئيس على طول، راح نازل على رجله ونزل وتابع وشاف ايه بعض المشاكل والسلوكيات وبدا يعدل على طول على الفور. مش معنى بقى الاول كان لا ده شاب ده سيبه يقول للصبح بقى، لا النهارده الرئيس بيقعد يسمع الشباب، الرئيس بيجيبهم في المنتديات ويسمعهم ويدون افكارهم، ولا ده انا النهارده المحافظ بينزل بينمي الفكره. ثانيا فكره الـ 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 ان الشباب تنخرط في العمل العام، فعلا دي حاجه نوه ليها سياده الرئيس وقال حتى يعني ان بحماس الشباب تصنع المعجزات، وقال ان ثقتي في شباب مصر ليس لها حدود. احنا داخلين على انتخابات برلمانيه، ده اول يعني السنه دي على ما اعتقد 2020 عندنا انتخابات برلمانيه، وبيتم دلوقتي من مجلس النواب مناقشه قانون الانتخابات. لا ادوا الشباب فرصه، الرئيس مهتم بالشباب، الشباب عنده حماس وعنده طاقه بدليل تمكين الشباب من القياده. النهارده الرئيس عين نواب للمحافظ جدد، النواب عندهم طاقه نازلين يشتغلوا، عين معاونين للوزراء وكان من ضمن الوزراء الناجحين ومن ضمن الدماء اللي ضخ بيها سياده الرئيس كان الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه، كان معاون رئيس كان معاون وزير لا نائب نائب الوزير، النهارده بقي وزير، اذا هو قياده لازم أن يحتك. فبيعدوهم اعداد كويس قوي يبدا يشتغل، ومن بعد ما يتم اعداده بيبقى قياده المستحمل الرايه. فالنهارده لابد من الاهتمام زي ما الرئيس النهارده مهتم بالشباب، انا بدعي برضو جميع القيادات السياسيه انها تهتم بالشباب في التمكين سواء في البرلمان سواء في المحليات، لان الشباب هم نواه المستقبل. طيب احنا بما اننا بنتكلم عن اعداد الشباب للقياده فاسمحوا لنا ان احنا عندنا تقرير ممكن نشوفه مع بعض عن الموضوع ده وراي الناس فيه.